انت منورانا في عيش سعيد. والموضوع كمان بقالنا كتير بنسمع عن الذكاء الاصطناعي، بس الفكرة ان كلنا متخوفين، كل واحد خايف على شغله، خايف على ان هم يبدلوه بحاجة تانية، روبوت او حاجة. فموضوع الذكاء الاصطناعي ده كبير قوي وقماشته كبيرة زي ما بيقولوا. في البداية عايزين نعرف الناس بطريقة مبسطة كده مجال الذكاء الاصطناعي، ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ ايه هو الذكاء الاصطناعي، وايه المجالات اللي ممكن الناس تخاف ان هي على شغلها، تخاف على حياتها فيه؟ تمام. يعني في الاول احنا مش حابين نقلق الناس شويه، احنا حابين بس نقول لهم ان طبيعي ان الناس لازم تطور ادواتها، وان طبيعي جدا ان الناس لازم يعني تحاول طول الوقت تشوف ايه الجديد في الحياه عموما، مش بس في شغلها، وبتتعلم. احنا من شويه ما كناش عندنا اللابتوب او الموبايل، ما كانش عندنا البرامج الموجوده حاليا اللي بتستخدمها حتى في التصوير. احنا كنا بنروح زمان الاستوديو، بعد كده الموضوع اتطور، بقينا كل واحد ماسك موبايل بيصور في الثانيه وبيرفع على فكل حاجه فيه تغيير. ده سنه الحياه، فان احنا نجاري هذا التغيير ده برضه سنه الحياه. فالمفروض الناس ما تقلقش، زي ما كان في ثوره صناعيه زمان، دلوقتي في ثوره الذكاء الاصطناعي. ما عليك بس غير انك انت تطور ادواتك. يعني ايه تطور ادواتك؟ بالراحه كده ونفهم، علشان برضو يعني الناس يعني ايه ما تقلقش. يعني ايه طور؟ يعني انا الكلمه دي بقولها كتير، بس للاسف ما بقاش عندي فرصه اقول يعني ايه برضو للناس ازاي يطوروا ادواتهم، ويعني ايه تطوير الادوات. محتاجين نعرف النهارده ازاي نطور ادواتنا. تمام. ايه هو الذكاء الاصطناعي عشان نعرف ازاي احنا ممكن نطور ادواتنا؟ انا باختصار شديد مش هقول كل المصطلحات الكتيره اللي انا بقراها في الكتب او الابحاث او ما شابه، انا عايز بس اقول للناس ده عباره عن شويه برامج وادوات زي بالظبط الحاجات اللي موجوده عندك في على الفون. هو اوريدي انت بتستخدمه، يعني حضرتك بتستخدميه وانا بستخدمه وحضرتك بتستخدميه، كلنا بنستخدمه بشكل يومي. ما كنش احنا بنستخدمه بشكل انا الطبيعي بتاعي، لا هو بيستخدم علينا. يعني مثلا لو انا ماسكه الموبايل اللي هو لما بتيجي تكتبي حاجه، مش هو الجهاز اصلا بيرشح لك الحاجه الاقرب انت؟ طيب او بالظبط هو ده ذكاء اصطناعي. انت وانت بتتفرجي على نتفليكس مش بتلاقي انت شفتي فيلم فبيرشح لك الحاجات المشابهه للي انت؟ ما هو ده ذكاء اصطناعي يا جماعه. ايه بقى الذكاء الاصطناعي؟ هو عباره عن مجموعه من البرامج والادوات. الادوات دي اللي هي بتسهل عليك الدنيا. يعني ايه؟ احنا مثلا بيجيب برنامج معين، يعني برنامج معين بقى دي مش عارفه اشرح لك ازاي، يعني اي ابلكيشن. خلينا نتكلم على ابلكيشن مشهوره جدا في الوقت الحالي. انت بتجيب الاب دي بنقعد ان احنا يعني نحط عليها معلومات كثيره جدا جدا. عارف انا هدي مثال خالص صغير للناس، كما لو كان عندك فلاشه بتحط عليها مواد كثيره قوي قوي. انا عقلي مش زيها طبعا. انا لو في عندي فلاشه تخيل كبيره جدا جدا ومليانه معلومات، وحطيت اي معلومه وكتبت على الكمبيوتر حاجه، مين اسرع؟ انا ولا هي؟ مين اكثر قدره على التخزين؟ انا ولا هي؟ مين اكثر قدره على بالظبط؟ طب المخاوف بقى بتيجي منين؟ ان الفلاشه دي، انا طبعا مش بقول البرامج الذكاء الصناعي فلاش، انا بديك بس مثال علشان ابسط المعلومه. تخيل البرنامج بتاع الذكاء الصناعي ده بقى يعي بذاته. يعني ايه يعي بذاته؟ يعني زي حضرتك وزيك وزي بقى يفكر. تخيلي هو ماسك كل المعلومات الكتيره دي وكان بقى يفكر هنا فين الخطوره. الله الله الله. لا الاشكاليه بقى دلوقتي بين العلماء، هو مش بس ان هو يكون واعي بذاته، لا ان هو كمان يبقى انا موجوده ولا مش موجوده. يعني ما هو الذكاء الاصطناعي لما يعي بذاته وهو شايف ان هو الافضل والمهيمن وهو وهو هو، ما هو كمان يعمل ثوره وممكن يمحينا اصلا من الوجود. طبعا دي نظريه. النظريه الثانيه بتقول لا، ان احنا ان شاء الله نقدر ان احنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، وهيبقى بالنسبه لنا زي اي حاجه موجوده في الحياه، ان احنا بنستغلها وبنسخرها لخدمه الانسان. فالاثنين موجودين. طيب ده كلام كبير، واحنا لسه ما وصلناش للمرحله الرابعه او الخامسه اللي هيكون فيها الذكاء الاصطناعي. يعني اولادك بقى ان شاء الله يكونوا، او مش اولادك يعني، ممكن تكون او احنا نكون عايشين يعني كمان 10 سنين اكيد ان شاء الله.